السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة خشدة في الكروشي والأعمال اليدوية. كيفما كتلاحظوا اليوم إن شاء الله غادي نخدموا هاد لي بونبون أو لا هاد الشوشات بطريقة جد بسيطة وسهلة، عفوا ثلاث طرق، أبسط ما يكون وأسهل ما يكون. تبعوا معي الفيديو من الأول إلى الأخير وإن شاء الله غادي تحققوا نفس النتيجة. بالنسبة للأخوات اللي أول مرة التحقوا معنا في القناة، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فرجة ممتعة. باش نخدموا هاد الشوشة كنحتاجوا فرشات، كنحتاجوا مقص، كنحتاجوا بابي كارتوني. طبعا صوف، انا غادي نستعمل هاد النوع ديال الصوف، هاد جوج ديال الالوان، وانتم بطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار. غادي نبدا باسهل طريقه بالنسبه ليا اللي كتجيني سهله بزاف. كنقطع واحد شويه ديال الخيط بحال هكا، كندخلو ما بين اصبعين بجوج على هذا الشكل هذا، وكنخدم كنلف الخيط على الاصبع ديالي على هذا الشكل هذا، خمسين مره. 12 13 14 15، من بعد ما كملت غادي نقطع بالمقص الخيط اللي كنت لفيت به. غادي نشد هذا الخيط هذا اللي كنت حطيته ما بين الاصبعين، غادي نخرج على الشكل هذا بحال هكا، وهنا غادي ندير واحد العقده اللي غادي نلف على ثلاثه بهذا الشكل، واحد جوج ثلاثه، غادي نحاول نشد الوسط بحال هكا، غادي نزير مزيان ملي عاود نقفل من هاد الجهة من هنايا، نفس الشيء ثلاثة ديال المرات. غادي نشد المقص وغادي نفتح هاد الخيوط، نحاول نقاد نحيد الخيوط الزائدة.
طبعا هاد الشوشة كتستعملوها القبعات، وتقدروا تستعملوها كزرابي. غادي نخلي لكم الصور اخر الفيديو. هاي الشوشة ديالنا كملناها، هذه الطريقة الأولى. غادي ننتقلوا للطريقة الثانية. وبالنسبة للطريقة الثانية، عندي شوية ديال الخيط ندخلو هنايا في الوسط بهذا الشكل هذا، وغادي نخدم بهذا الصوف، وغادي نلف الخيط ديالي على هاد الشكل 60 مرة. 3 4، من بعد ما كملت 60 مرة غادي نقطع الخيط. وهذا الخيط هذا اللي كان سبق لي دخلته في الفرشاة بيه، باش غادي نعقد. حاول 3 ديال المرات كيما الطريقة الأولى. غادي نخرج يا هنا، غادي نزير شوية الخدمة هكذا بهذا الشكل، وهنايا غادي ندورها نفس الشيء. غادي نحاول نعقدها على حسب 3 ديال اللفات باش نثبت الخدمة. وهنايا غادي نقطع طبعا، ندخل هنا مقص وغادي نقطع هذا الشكل. لفة صغيرة المقص ما بغاش يدخل. وهنايا غادي نقادها بطبيعة الحال،
وغادي نبقى مع جوانب حتى نصاوبها. وها بونبون صغير. كتبقى الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه غادي نستعمل هذا البابي كارطوني وغادي نلفو على هذا الشكل هذا. غادي نلفو 100 مره. وكما لاحظتوا انا استعملت هذا النوع هذا ديال الصوف. مي غادي نلفو ونرجع معكم. من بعد ما لفيتو 100 مره غادي نقطعو الخيط وغادي يكون عندي واحد الخويط بحال هذا. غادي نحيدو خيوط من الكارطونه وغادي نحتفظو على هذا الشكل وغادي نحاولو نشدو الوسط بحال هكا. ثلاثة ديال المرات كيما سبق لي خدمت في الشوشات اللي سابقين باش نثبت العمل ديالي. هنايا نفس الشيء غادي نلفو على هذا الشكل بحال هكا صافي. هنا غادي نقطع بنفس الطريقه اللي قطعت فيها الشوشات الاخرين. يعني ملي كتعندنا المساحة سهلت علينا الخدمة. طبعا غادي نعدلو هاي الشوشة ديالنا تمنا. هاد الشوشة تقدروا تستعملوا بهم بزاف ديال الحوايج كما قلت لكم كديكور. تقدروا ديروا وحده قدام وحده ديروها بحال زربية. تقدروا ديروها بالنسبه للكابيشون ولا بالنسبه للتريكو باش كيجي داك القفاله ديالو. تقدروا ديروها في القبعه متعدد الاستعمالات. نشكركم على تتبعكم الفيديو إلى الأخير وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله.